ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. وعلى مود وين تاني يقول جانا فين صدانا فيه هذا اللي بطيب فين غندي ولا سدير طيب العنب وادفع لرزقنا دافعين شاكات مالي شاكات ما غيسمحوش مشكلة دي انا ما بنا الاضراب على شنو يتقع واش ديال طولاش تكريو طيارة احنا نصيفطو فيها العنب ولا شنو طيب عندكم العنب ونطلبوا من وزير النقل سيدي يدير لنا شي حل راني غنمشي للحبس انا راه غنمشي للحبس راه غنخلي 8 8 غنخليهم من هنا هات يا سيدي تعال اخويا شوفني شوف هات وانا كنطالب سيدي من على القضيه تدخل بها سيدنا على الجال شوف يا سيدي هات ها على سيدي عدل شوف اسي مالي الكاميرا تاع سيدي ما تلوبا يكريو لينا مالي الطنوبيلات ما تلوبا يكريو واش حنا العنب غندوف في طرامواي كميوات الحاج ما كيجوش عندك دابا الحاج كمي منين اسيدي منين كلشي حابس راه صايفطنا واحد لينا راه تقلبوه لينا بعلبو هنا بقى ما داروا معكم تحل وتقول سيمانه ديال العنب طايب ثاني يطيح لي جانا العنب انا راه غادي نحبس انا كذا انا غنمشي للحبس العمل وشنو كطلب من هاد كنطلب اسيدي من وزير النقل الداخل لينا في هادشي طلبوا لهم الكاميوات خلينا نفكوا عبادله دابا بغاو يديروا معاكم حتى شي حل كاع اللي كي راه مصيبه ما بغاو يديروا معاك حتى شي حل دابا والحل اسيدي ما عرف ما عرف ما عرف هاد الناس راه ما فهمنا فيهم والو واش كون طير مسير غادي انا ديك طون طون وهضروا على هادشي واش مصيفط انا شنو نربح كريديو تعال اخويا زيد هاد الزيتونه زيد زيد اسيدي زيد انت سيدي راك سيدي الارض وشوف ودابا هادشي راه دابا الشاكات هذاك الشيء ديال الناس دافع عندنا شاكات اما هاد السيمانه قال لك اسيدي حنا ما غنرحموك كي غادي نديروا حنا العنب يلاه ورنا السلافه اش غتصيفط دابا كاين في الديونات وعباد الله انا راه عندي 6 شاكات دابا 6 6 800 انا ما غنمشيش للحبس والجمعة سيدي قال لك انا غادي ندفعوا الناس الجمعات انا عينا نعيطوا لي قلنا له ودي تسنى تنشوفوا الناس اش غيديروا احنا ضامنين معاهم دابا اش كتطلب من المسؤولين اش حنا يديروا لينا حل هل اللي غيديروا لنا هي نفكوا سيدي السلعة نصيفط الموالا راني غادي للحبس دابا شكون يدير الاضراب شكون؟ ما عرفت ما عرفت اسيدي مالي الكاميوات راه قال لك باغي طوناج ما طوناج والعنبات راه ساري طيبوا ما عرفت ما عرفت احنا راه مراوكه وما زوط 220 ايسان 300 انت وفينا سيدي انا غنهز ولادنا ونبيعهم من البلاد يا بلادنا سيدي ولينا مهاجرين احنا شاري رزقنا العنب طيب ساري طيح مول كاميو اللي جيتي ما بغا يدي واش انا طون غندي مليون تا المهم الطموبيلات بقاش اللي يكريو دابا تا الطموبيلات بقاش اللي يكريو ليكم تا خويا ما عاد ما تلاقيش لنا تا واحد راه ما تيجي لنا بالدور نبغى ندوب كراول ولا ماطر وهذا سيدي راه قال لك مولاه راه قاطع راه لا ما كان ضمن والله ما يعتقنا نشكركم على حسن المتابعه في قناه ماروك اخبار يوميه عارف والله الا ما ديروا شي حل